فصل الشتاء والثلوج حل في روسيا، خصوصا بالعاصمة موسكو التي شهدت أقوى تساقطا غزيرا للثلوج منذ سنة 1989 وعام 1993 حسب مركز فوبوس للأرصاد الجوية. وفي بعض أحياء العاصمة تراكمت الثلوج مشكلة طبقة يزيد سمكها عن 30 سنتيمترا، رقم عادة ما يسجل حتى نهاية فصل الشتاء في شهر فبراير حسب المركز. فصل زين ربع مناطق البلاد من جهة، وفي نفس الوقت كارثة ثلجية مصحوبة بعاصفة قوية وقفت في وجه السائقين وشلت حركة السير في الشوارع حسب ما وصفته القناة الأولى في التلفزيون الروسي. أزيد من 10,000 شخص وأكثر من 12,000 مركبة كثفوا جهودهم وتدخلوا لإزالة الجليد من الطرق وفقا لسلطات مدينة موسكو من أجل تخفيف الازدحام المروري الشديد مع توقع تساقط الثلوج بالمنطقة. وتأثرت الحركة الجوية أيضا مع تأجيل أو إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة موسكو.